مروان سعدان ولاعب الخبرة محمد الفهيد ومحمد سيد الضو والتونسي عبد القادر الوسلاتي علي زقعان والجديد هذا الموسم ميتشال تيفيردي اللاعب الهولندي. بدأ الشباب وبدأت المباراة والكل يقول أنه عندما يكون هناك زراعة في الصيف منتخب التونسي وأفضل حارس في الموسم الماضي في الدوري أفضل حارس فاروق بن مصطفى. من نص الملعب فتحاوية لم ندخل حتى في تشكيلة الشباب سجل الشباب كرة ملعوبة يتقدم لها منبع المواهب في المملكة العربية السعودية على مر العصور وسنة من السنوات الشباب أخذ أفضل يعني رقم 11 عالميا في أنه يخدم المنتخبات هذا صليهم يلعب بعد ذلك الهلال بأربعة من أمام أبها مقابل هدفين وواحد واحد التعاون والحزم والاتحاد هذه كرة ملعوبة للأمام اللي تغلب 3-1 بالأمس على فريق المراوغة لكن أمام صليهم عاد الكرة إلى حارس المرمى فاروق بن مصطفى يلعب الكرة في النص مروان المغربي مروان سعدان لجامي يفوز فيها عدا مباراة وحيدة فقط عام 2016 من أمام الخليج هذه اللي كانت فيها قضية البليه اللاعب وشطبت النتائج ثم عادت مرة ثانية في المباراة الوحيدة اللي فاز فيها في مباراة افتتاحية الفتح كانت 2-0 هناك في الدمام وبالتالي يقول لك أخشى البداية حتى في المؤتمر الصحفي فتح الجبال يقول لك أخشى البداية البدايات دائما ما يبدأها حتى في السنة اللي فاز فيها بالدوري تعادل مع النصر 1-1 للأمام جميلة جدا توفيق بو حيمد تقدم توفيق بو حيمد بالخلف أجيري قراي يلعب الكرة العرضية التغطية الشباب بداياته في كل مباراة افتتاحية مسجل 7 انتصارات أتكلم في دوري المحترفين حقق بطولة الدوري وحقق بطولة كأس الملك مع الهلال أحمد شراحيلي كرة ملعوبة للأمام شوف إسبرية شلون يتحرك شوف إسبرية تقدم أمامه توفيق بو حيمد ضغط عليه توفيق في شبه شوية منه على مستوى أسلوب اللعب وعلى حتى مستوى الشكل بالخلف رمية تماس مروان سعدان يلعب كرته بالخلف والهولندي قريب يقول لا شيء في اللقطة الماضية على أي حال ما راح يفوت شيء من الأخطاء تقنية الفار الكاميرات الكثيرة اللي موجودة وشاهدنا في المباريات الماضية رجع الحكم لأكثر من مرة إلى تقنية الفار يرجع مرة ما في بداية هادئة عند الشباب أبدا يبدأ الموسم بالخلف ميتشال تيفيردي اعتبرها تدخل جسدي عادي حكم المباراة القريب من اللقطة الماضية سعدان أجيري قراي يلعب إدارة نادي الفتح سمحت للجماهير الدخول مجانا يعني اشترت كل التذاكر ومع ذلك العدد ليس كافي بأن يعطي لفريقك رصيد بما حدد المركز الرابع كل ذلك حقق الفتح على مستوى العشر سنوات الماضية محاولة للأمام سيبا وارتدت إلى ركلة مرمى أنس عامل الانسجام هناك 7 لاعبين البعض منهم جديد المدربين جدد والبعض من الفرق لا والله حافظت على استقرارها وحافظت على مدربينها يعني 6 مدربين كرة فتحاوية على اليمين نقلة من نص الملعب محاولة واستلام دوران محاولة جميلة لعبة للأمام خطيرة للنموذج خطيرة شالها معاذ هذه جماهيرة لكن جماهير الفتح أذكركم كانت أكثر بكثير بالرأس داخل منطقة الجزاء عدت حولت بالرأس بدأت الجماهير الفتحاوية تتفاعل لأن فريقها بدأ يوصل للمرمى بدأ يكون قريب عند فاروق بن مصطفى يلعب والتوقيت الرائع والوقوف السليم لدى خبرة حسن معاذ الوسلاتي يلعب ركلة الزاوية عالية تخلصت بالرأس اليوم يفقد الجنرال اليوم الشباب شاب 22 سنة يرتدي القميص رقم 21 والأهم من ذلك أنه يرتدي ويأخذ رضا وقناعة المدرب الأرجنتيني عدد من المحترفين لا جامي مروان سعدان المغربي يلعب كرته علي لا جامي يلعب الكرة في له تمريرة يأخذ كرته يهدأ يعني الفتح ما قاعد يلعب لعب سلبي أبدا لأنه قاعد يبحث عن الثغرات وقوف الفريق الشبابي من أعلى الكبيرة حتشاهد أنه وقوف رائع جدا
الموسم رقم 11 للفتح في الدوري، هذا الموسم رقم 11 للفتح. والله يسجل رقم في الاستقرار ما هو موجود في أي نادي، قد أقول في الخليج أو في العالم. 4 مدربين في 11 سنة. رمي التماس للشباب، الشباب عليه أن يتذكر في كل مرة أنه النادي الأول الذي يلعب كرة. ماتياس أجيري جراي أخر اللعب، يلعب كرة للأمام، الوسلاتي البحث مرة ثانية، ميتشال حاول فيها، تيمر مصطفى على الأفضلية في الدوري، هذه التسديدة. مدرب أبها الذي قدم مستوى لافت، عبد الرزاق الشابي. عندنا مدرب العدالة التونسي، لدينا مدرب أيضا. محاولة المرور، تدخل عليه حكم المباراة يقول لا شيء، هجمة شبابية سيبا لكن تغطية إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية التماس. ومرحبا بكم هنا في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في محافظة الأحساء، اللقاء الذي يجمع الفتح بالشباب في الأسبوع الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لا لا لا, لا نعم 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 إجوانك الآن يسجل. اسهلي لاعب الرائد، نعم سجل، سجل مع الفتح. الموسم رقم 11 لم ينتصر إلا انتصار وحيد في بداياته من أمام الخليج في 2016. هل يعود النموذجي؟ على فكرة الفتح ما كان سيء أبدا المباراة الثانية، واستغنى عن عبد الله الحمدان لاعب خط الوسط، استغنى عن عبد الله الحمدان. مروان سعدان ألف هيد، مروان سعدان يلعب ميتشل لكن من أمامه فيردي ميتشل، ونهائي كوبا ليبرتادورس وصل لي هذا المدرب، يعني السيفي عالي جدا مع هذا المدرب، لكنه يخوض التجربه الاولى في الشرق الاوسط. شوف علي الزقعان السرعه، وشوف الشامخ ما شاء الله. لجامي سعدان، ضغط مباشره على علي الزقعان، سعدان مره ثانيه، مروان يلعب كره للوسلاتي يحاول فيها، ماتياس يحاول، شوف يفقد لما يشعر ان لاعب فريق الشباب ان الفتح يتقدم من بعد نص الملعب، هنا الشباب يبدا الضغط مباشره. لاحظ الشامخ ويعطي مساحه للفتح انه ينقل الكرات، وبالتالي هذا الميرون والتكتيك فتح الجبال لن يكون صامدا بعد هذه، مع اي مدرب على مستوى الدوري السعودي منذ انطلاقته، انه استمر في الدوري ل 231 مباراه، طبعا تنقل من خلالها الاكثر كان مع الفتح، لكن الانتشار اللي عمله خورخي الميرون في ارضيه الملعب، لكن اعتقد ان لكن مره ثانيه الشامخ بالراس، ناصر العمران تخلصت من امامه، مروان سعدان تخلصت من مروان، هجمة شبابية على اليسار، أصليهم يتقدم، أصليهم لياقي لدى محمد الفهيد استنفذ في شوط المباراة الأول، وعلي الزقعان أيضا يغادر. محمد عايد، علي الحسن اللاعب البديل، مساء أول ديربي في الدوري، ديربي المجمعة، فيحاول فيصلي، هذه كرة ملعوبة للأمام، خطيرة خطيرة أمام المرمى، أمام المرمى أضاعها، انفراد الهدف أو التسلل وتحديد هوية اللاعب، الحالة الأخيرة هذا هو تحديد هوية اللاعب، لو أخطأ الحكم وأعطى حكم اللاعب للاعب آخر بطاقة صفراء أو حمراء، وبالتالي لا رجوع لها للفار سواء كانت صحيحة أو غير صحيح، تبقى حالات تقديرية في أرضية الملعب. بالخلف فتح الجبال وآخر الأوراق، ميتشال فيردي قيادة
إشارة الكابتن لنادي الفتح بعد خروج محمد الفهيد لاعب الوسط علي الحسن. محمد عايد رحيلي لعب كرة إلى عون اللاعب البديل اللي نزل على حساب عبد الله الشامخ في شوط المباراة الثاني. يلعب الكرة إسبرية على اليمين إجوانكا هناك. يبدأ الفتح الآن كرته يحاول التمرير. شوف هذا الخريطة الحرارية اللي توضح. محمد عايد علي الحسن. علي الحسن في النص يلعب كرته مروان سعدان مجرشي لسعدان يمرر مرور ناجح محاولة يحاول الضوء لكن عدت كرته. هدف اليوم الشباب في مواجهة الفتح يسجل هدف رقم 24 في يوم 24 أغسطس. المواجهة الثانية اللي تجمعهم. المواجهة الأولى كان فاز فيها الفتح 2-0 والآن المواجهة الثانية في شهر أغسطس اللي يتقدم من خلالها حتى هذه اللحظة الشباب بهدفين مقابل لا شيء. الإثارة اللي يطلبها مشاهدي ومتابع الدوري السعودي لا زالت تنتظر شوي. انتظر هذه كرة ملعوبة للأمام راية وتسلل على ساشا يوفانوفيتش. يعني لا تنتظروا الإثارة في هذه الأسابيع. الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني على الأقل إيش هو في الدوري السعودي اللي تعودنا عليه هو الأسرع. الإقالة والإقالة لمن؟ ستكون للمدربين كما تعودنا في الموسم الماضي. يعني ست فقط من الفرق حافظت على مدربيها. ست من الفرق هي التي حافظت على مدربيها. كرة داخل منطقة الجزاء تغطية دفاعية ناجحة. علي الحسن بالرأس. 110 عدد المحترفين اليوم من أفضل مواقع الأندية في المملكة العربية السعودية كموقع استراتيجي على الإطلاق. موقع استثماري رائع جدا لنادي الشباب. سيد محمد الضو على مستوى اللاعبين والإنجازات والبطولات القارية الآسيوية العربية الخليجية على مستوى المواهب. هذه كرة ملعوبة للأمام طويلة من ساشا طالت عليه عدت إلى خارج أرضية الملعب. في كل الأطراف اقتصاديا وسياسيا ورياضيا وثقافيا ومنها اليوم هذا الدعم الكبير لهذا الدوري الذي يتابع بكل العيون ويرسل بكل حسن معاذ بتوقيته وبتركيز. حسن معاذ هذا اللاعب حسن معاذ عنصرين شوية تركيز وشوية هدوء يعود حسن معاذ كما كان. خذها من عندي يا أبو علي. يلعب الكرة سيد محمد الضو يلعب الكرة للأمام الحارس الأوكراني. واليوم 24 أغسطس يا أوكراني اليوم هو استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي على فكرة. واليوم يعني ماكسيم احتفل باستقلال بلاده في عام 1991. يلعب كرة ينقل لكن الشباب حتى الآن هو من يحتفظ جدا من الأحكام المبكرة. يمتلك وسط يعتبر هو الأقوى والأبرز حتى هذه اللحظة. لا أقول على مستوى الهجوم مع وجود إسبرية لأن هناك هدافين رائعين في الدوري السعودي وقادرين على أنه يحول كل شيء بإذن الله. يلعب الكرة للأمام محمد سالم عدى بكورته. الدقيقة 89 توفيق بوحيمد يلعب الكرة بالكعب جميلة محاولة حكم المباراة ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء النموذجي على ركلة الجزاء راح تنفذ مباشرة. الآن أمامه ركلة جزاء مروان سدد جول. نعم هدف أول للنموذجي مروان سعدان المغربي. الفتح راح يلعب كل الكرات الآن الطويلة لأنه يسابق الزمن في هذا الوقت. يلعب الكرة هذا علي الحسن اللي لعب كرة جميلة وصنع الكرة اللي تحصل منها. هذا ماتياس يتقدم جماهير الفتح تناشد. لا يقول لك الفتح انتظروا انتظروا لا زال عندي كلمة لا زال عندي كلمات لا زال في البحر أيضا موجود بحولة لكن عدت خطيرة إلى ركلة مرمى خطيرة وقفت كل من هو صقر عطيف. في الدقائق هذه على الوقت الآن اللي يمضي الآن الساعة كم على شاشة الرياضية السعودية على 83 دقيقة على 93 دقيقة 93 دقيقة. محمد عايد يلعب الكرة الطويلة المحاولة بالرأس
علي الحسن عمل الفارق، لعب الكرة على اليسار، توفيق محيبن يتقدم يلعبها مرة ثانية، لكن إسبيرية يظهر مرة ثالثة، محاولة إسبيرية في الاستلام، إسبيرية انطلق، مر إسبيرية لكن عدت من أمامه ماتياس. يا للإثارة يا للإثارة في المباراة الأولى، الطويلة العالية البقعاوية تدخل يلعب كرة للأمام، وفي الانتظار محاولة من مروان سعدان صاحب الهدف الوحيد، ملعوبة للأمام فاروق أطول أطول أقرب، وصلت إلى فاروق بن مصطفى، ريحت سيم لا والله، يلعب الكرة الطويلة العالية العالية تحولت بالرأس، دقيقة أخيرة والهولندي ينظر إلى ساعته.